وبنبدا دلوقتي معاكم اعزائي المشاهدين برنامجكم طعم البيوت. وزي ما قلنا النهارده عندنا لقاءين. اللقاء الاول هنتكلم فيه عن دور المراه المصريه في حرب اكتوبر. وطبعا احنا مش هنتكلم عن حرب اكتوبر فقط، ولكن دور المراه المصريه موجود من بدايه تاريخ مصر القديمه. دورها قوي وفعال ومؤثر جدا، ويمكن هي زي ما بنقول عليها نصف المجتمع، ولكن هي العنصر المؤثر والفعال والاكيد في النصف الاخر. هنتابع كده بشكل جميل مشوارها وتاريخها، وحتى الآن حتى في العصر الحديث بنقول أن المرأة المصرية دورها أساسي وكبير جدا في العديد من المتطلبات الحديثة في العصر الحديث. لقائنا الثاني أعزائي المشاهدين الجيل الجديد بقى، أن احنا إزاي نوصل له كل النقاط التاريخية الهامة والمحورية في حياة مصر، لازم يتعلمها، لازم يعرفها. التاريخ وذاكرة الأمة دي من النقاط المهمة جدا اللي كل الأجيال على التوالي زي ما احنا لحد النهاردة بنفتكر القدماء المصريين وبنفتخر بيهم وبنحس ان احنا سلالة يعني أصحاب هذه الحضارة. هم كمان لازم يعرفوا ويتابعوا ويتواصلوا مع تاريخهم، ودي من النقاط الهامة جدا اللي هنقول لكل أم ولكل أب ازاي يقدروا ان هم يوصلوها لأولادهم. بعد الفاصل أعزائي المشاهدين بنبدأ أول لقاء عندنا وهنشوف دور المرأة المصرية مع ضيفتنا بعد الفاصل. تعالوا مع بعض نبدا لقائنا دلوقتي اعزائي المشاهدين، وبنرحب بضيفتنا الكاتبه الصحفيه الاستاذه عزيزه الصادي، الكاتبه الصحفيه في المجال العسكري. اهلا بيكي معانا. اهلا بحضرتك الساده المشاهدين. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه ومشاهدينا طيبين. واكيد عايزه تبداي بتحيه خاصه لشعب مصر ولجنود شعب مصر. اكيد طبعا، لان الجيش المصري حقق معجزه عسكريه. احنا النهارده بنحتفل بالذكرى 51 لانتصاراتنا في حرب اكتوبر، واللي بفتخر انا شخصيا ان والدي احد ابطالها. الله، الحمد لله. فيعني دي حاجه معجزه، ودي طبعاً مش غريبه على الشعب المصري لانها مش اول مره. يعني احنا من قديم الازل واحنا دايما بنحارب وننتصر، ممكن نقع شويه ونقوم شويه، لان ده حصل في تاريخ مصر كتير، فمش غريب على الشعب المصري. وكل سنه وعقبال العيد المليون لانتصاراتنا دايما يا رب. يا رب ان شاء الله. واحنا بنتكلم عن الانتصارات وبنتكلم عن دور الجندي المصري المتميز. الجندي المصري يعني هو متميز على مستوى جنود العالم، ودي حاجه ما حدش يقدر ينكرها. كمان بنتكلم عن الشخصية المصرية نفسها، يعني هو يبقى جندي متميز وشخصيته وطنيته ومصريته وشجاعته، فطبعا ده بيعمل كده كوكتيل رائع جدا. خلينا نقول ان في يعني هذا التميز اللي احنا بنتكلم عليه كان دائما وابدا المرأة المصرية موجودة وليها دور في هذا المكون الرئيسي للشخصية المصرية وللجندي المصري. اشرحي لنا النقطة دي. قبل بس ما اتكلم عن المرأة المصرية، في حاجة مهمة تخص الجندي المصري. سنة 72 كل جيوش العالم العظمى لغت سلاح المشاة تماما، ما بقاش موجود. قالوا هيحاربوا بالتكنولوجيا ومن جوه المدرعات والكلام ده، لكن مش هيبقى فيه جندي في ساحة المعركة. لكن بعد أكتوبر 73 وبعد العبور وبعد المشاهد اللي احنا كلنا شفناها دي، الجيوش رجعت سنة 74 تاني، رجعت سلاح المشاة وقالت لا غنى ولا بديل طبعاً عن الجندي في ساحة المعركة. صحيح. بسبب الجيش المصري والمعجزة اللي حققها. صحيح. فيعني ألف تحية للجيش المصري إن هو قدر يعمل كده، إن هو بس مش أي جندي زي الجندي المصري. لأن في كتير جدا من الجنود في جيوش تانية هم بيخافوا من فكرة الالتحام. طبعا ما ينفعش. ففكرة إن هم يستخبوا وراء الحاجات الإلكترونية ده في جزء كبير منها، مش تطور فقط، ولكن خوف من الالتحام مع العدو. ده لأن دي حاجة احنا ورثينها في الجينات. يعني بمناسبة المرأة المصرية ودورها العظيم، فأول امرأة قادت حامية عسكرية في التاريخ كانت الملكة أحمس نيفرتاري، زوجة الملك أحمس، وهي كانت مشاركة معاه في الحرب. كانت أول ست في العالم على مدار التاريخ إنها تقود حامية عسكرية وتقود حملة عسكرية ومشاركة معاه في الحرب في طرد الهكسوس. تمام. وتحرير مصر منهم. ودور والدته كمان من قبلها. طبعاً طبعاً. يا حاتم. والملكة توتيشيري جدته. فيعني احنا اساسا كشعب امهاتنا اصلا محاربات ومقاتلات من قديم الازل. فده مش غريب على الشعب المصري ولا غريب على المرأة المصرية، اللي في كل مرة بيحصل أزمة أو مشكلة أو حرب، وتحديدا الحرب تلاقيها دايما هي اللي واقفة وهي حائط صد أول.
في المجتمع من الداخل. يعني هي حائط الصد، هي عمدان البيوت طبعا، هي اللي بتربي وهي اللي بتدعم وهي اللي تقدر تتعامل اقتصاديا في وسط ظروف حرب، وهي اللي بتشجع وهي اللي أكيد. بتوجه أكيد وهي اللي طبعًا. تنقل التراث اكيد طبعا. ما بقول لحضرتك احنا يعني جدتنا كانت قائدة حمية عسكرية، واللي قبلها واللي قبلها كل جدتنا العظماء كانوا كده. هم مين اللي ربى الملك أحمس؟ الملكة أياح حتب. ومين اللي ربى الملك سكنن رع؟ الملكة توتيشيري. صحيح. فيعني الموضوع مش غريب علينا. ولما نيجي كمان نتكلم على فكرة المؤثر المرأة، ان هي تكون مؤثر في توجيه يعني ابنها او زوجها او اخوها، برضو نتكلم على امهات الشهداء وزوجاتهم واخواتهم وبناتهم، ويمكن بالتحديد الامهات والزوجات. فكرة في فترة الحرب كان في تواصل بسيط مع الزوجات والامهات، وكان دايما فكرة التشجيع ووقوف بجانب الضباط والجنود وتشجيعهم، وفكرة عدم الخوف من الشهادة. أكيد طبعا. يعني بالعكس، ده أرفع وسام ممكن ينالوا أي جندي. هقول لحضرتك حاجة، احنا دايما بنشوف أمهات الشهداء وزوجاتهم ولادهم إخواتهم لما بيبقوا ماشيين في جنازاتهم بزغرتهم. حقيقي أنا عايز أقول لحضرتك أن الشعب المصري هو الشعب الوحيد على مستوى العالم أول شعب زغرت على الشهداء لما زغرته على الملك سكنن رع. لأن الملك سكنن رع استشهد في ساحة المعركة. فعندما استشهد بينقلوه من ساحة المعركة علشان يدفن في طيبة. وهم ماشيين وراه، يعني في جدارية شهيرة في هرم أناس في سقارة بتوصف توديعه بالزغاريت وبالأناشيد وبالورود وبالفرح لأنه هو استشهد بشرف في ساحة المعركة. جميل. فإحنا جميل. الشعب إحنا جميل. أول شعب في العالم عملها. فبالنسبة لنا ده فكرة ده أمر الشهادة برضو. علشان الوطن والأرض. أيوة. ده يعني أكبر وسام ويستحق أكبر إن هو شرف. يبقى احتفال أكبر يبقى فرح. شرف. وكمان الزوجات، يعني احنا مثلا لو هنتكلم في العصر الحديث بقى عن حرب اكتوبر، قبلها كان في النكسة وبعدين حرب الاستنزاف. انا عايز اقول لحضرتك حاجة، يعني ان زوجات الشهداء وامهاتهم بعد النكسة قاموا بمجهود جبار في المجتمع المصري. أيوة. اولا اتبرعوا بذهبهم وكل ما يملكوا لدعم وتسليح الجيش المصري. صحيح. ومجهود الحربي. صحيح. عملوا حملات تبرع بالدم، ابتدوا ان هم يلموا ذهب علشان يعملوا رصيد ذهب للجيش المصري في التوقيت ده. حتى الفنانات في هذه الفترة من السيدات. أيوة. من النساء على رأسهم طبعا السيدة أم كلثوم. آه اللي طافت البلدان العربية علشان كل المصريين المتواجدين في كل مكان للتبرع. السيدة أم كلثوم جمعت كل الجمعيات والهيئات النسائية في مصر وقدرت تجمع حوالي 200 كيلو ذهب للجيش المصري و3 مليون جنيه في التوقيت ده، وأكتر من نص مليون استرليني بحفلاتها من الخارج. اتبرعت بكل حاجة حتى مجوهراتها. أيوة. وساعتها وقتها فعلا زوجات الشهداء وأمهاتهم تبرعوا بكل ما يملكوا. يعني حتى كان في زوجة شهيد اتبرعت بدبلتها وهي كانت لسه مخلفة طفل وهو ما شافش ابنه، اتبرعت بدبلتها علشان تشتري بيها رصاصة للعدو. حضرتك كده بترسمي لوحة لمقومات الشعب المصري. أكيد. وعلى رأسهم الأم. احنا دايما بنقول الأم هي الأم بقى قاعدة في البيت، لا إطلاقا، الأم يعني سلاح جبار طبعاً. خرافية. هي اللي بتزرع الأفكار، هي اللي بتعمل الشخصية، هي اللي بتخلق الرجال وهي اللي بتوجههم. التركيبة اللي حضرتك قلتي عليها دي بصمات المرأة المصرية واضحة جدا فيها. أكيد. ويمكن هو ده اللي خلق التميز في الشخصية المصرية قديما وحديثا. شخصية متفردة. شخصية متفردة ومتميزة. متفردة لأن إحنا فعلا أقدم شعب على الأرض. ولينا هوية خاصة. صحيح. والهوية دي اللي هي وممتدة، يعني بالرغم طبعاً. من التغيرات في كل شيء في الحياة حضرتك. إلا إن هي ممتدة. دايما يقولوا عننا شعب ملوش كتالوج، لأن ردود أفعالنا غير متوقعة. ما حدش يقدر يتوقعها. يعني وقت النكسة الناس خرجت في الشارع وقالت هنحارب. ما انكسروش.
وده اللي صدم العالم. الشعب المصري حساباتهم ما كانتش يعني زي ما هم شافوا من الشعب المصري. احنا في اليوم ده يعني 9 و10 يونيو احنا هزمنا الهزيمة بخروج الناس في الشارع ان احنا لا هنحارب. يعني ما حدش كان مستوعب ان شعب يبقى هو اصلا ما حاربش عشان يتهزم، ده هو انضرب وهو واقف. يعني الجيش انضرب وهو واقف، ما دخلش معركة مثلا وانهزم عشان نقدر نقول انهزم، لا دي نكسة. فالناس تخرج في الشارع وتقول هنحارب ويكملوا ويستحملوا ظروف اقتصادية سيئة جدا. أيوة. ويستحملوا كل شيء وفي نفس الوقت هم عايزين يحاربوا. وحرب الاستنزاف ما وقفتش يوم، يعني حرب الاستنزاف ابتدت من أكتوبر 67. فحرب الاستنزاف كانت رهيبة، كانت كل عملية بتتعمل في حرب الاستنزاف الناس فرحانة ومستنية بس اللحظة اللي هي لحظة عبور القناة. صحيح. حرب الاستنزاف هي كانت البدايات وهي الجسر النصر اكتوبر. فيها بطولات رهيبة جدا. إيلات انضربت 5 مرات. يعني حرب الاستنزاف كانت فيها ضرب إيلات 5 مرات، كان فيها أكتر من عملية. وبالرغم من الوضع الاقتصادي اللي حضرتك ذكرتيه الا ان كان يعني جميع فئات الشعب المصري متماسكه جدا. أكيد. ومتحمله وبتصبو دايما لفكره الانتصار. فده يخلينا برضو نقول ان يعني فكره الحروب والضغوط الاقتصاديه والسياسيه الانتماء لهذا الوطن والدفاع عنه هي مش بس بتقدر تسيطر اقتصاديا على حياتها وتقدر تمشي الامور والكلام ده كله، لكن متابعه الاطفال، متابعه ولادنا، متابعه ان احنا دايما مستهدفين، احنا فعلا دوله مستهدفه طول الوقت بسبب موقعنا الجغرافي الاستراتيجي وبسبب تاريخنا وبسبب تلت اثار العالم اللي عندنا وبسبب حاجات كتير جدا، بسبب هويتنا كشعب احنا دايما مستهدفين. لكن دايما في وقت الخطر تلاقي الناس مهما حصل ومهما كان اللي فيها الشخصية المصرية ما بتعرفش تبقى مهزومة، في يعني نفسيا تعرفش تبقى مهزومة، ما تعرفش تسيطر عليها روح اليأس. حتى حضرتك لو تلاحظي يعني مثلا احنا في وقت الحروب، وقت نكسة 67 طلعنا اكبر كم نكت في العالم. كنا بنتريق على نفسنا ليه؟ لان احنا مش عايزين الروح الانهزامية تتملكنا. صحيح. فدي برضو الست المصرية كانت عادي جدا عايشة حياتها وبتعمل حاجتها وتمام جدا. ست أم كلثوم كانت معدية 60 وراحت تغني في باريس عشان تلم فلوس، دي خلقت جوانا حالة من ال هقول لحضرتك ايه، حماسه. ايوه خلقت جوانا حماسة. عشان كده احنا دايما بنقول حماسة. ان وجود القدوه في المجتمع ده شيء هام جدا. أكيد. والقدوه لازم تكون متميزه على المستوى الشخصي والاخلاقي والعطاء والعمل في كل المجالات، لان هي اللي بتحمس. أكيد. الشعوب. أكيد. القياده السياسيه كانت واعيه تماما بدور المراه، عشان كده كانت مهتميه جدا بالمراه المصريه في جميع احوالها وفي جميع احتياجاتها، في صحتها، في احتياجاتها السياسيه، في احتياجاتها الاقتصاديه، في قدراتها. أكيد. تنمية قدراتها، فكرة. أكيد. تدريبها، فكرة تنميتها، في فكرة وضعها الاقتصادي وتمكينها من هذه الناحية، لأن القيادة السياسية عندها وعي وإدراك تام أن المرأة عنصر محوري هام جدا في المجتمع المصري. القيادة السياسية ورئيسها عبد الفتاح السيسي فاهم كويس قوي أن لو الست في البلد دي ضعيفة. أيوة. صحتها مش كويسة، عقلها مش متزن، البلد مش المجتمع هتطلع كله هيبقى ضعيف، ده شيء طبيعي. المجتمع فعلا كله هيبقى ضعيف. المجتمع مش هيطلع لقدام خطوه. لكن حضرتك لما تشوفي هو احنا دلوقتي كام حقيبه وزاريه للنساء، المجلس القومي للمراه قايم بدوره، تكافل وكرامه، وزاره التضامن قايمه بدورها. ليه؟ لان الست المصريه او المراه المصريه ان لم تكن قويه هيطلع لنا جيل. صحيح. ضعيف مشوه. صحيح. هش ملوش اي لازمه، اي حد يحاربه في لحظه ويهزمه. فعشان كده الاهتمام الكامل بالمراه وصحه المراه، ان البنت بتتجوز صغيره لا لازم عقلها يكمل. يعني دايما الرئيس في مره وهو بيتكلم في احد حواراته قال ايه، مش لازم تخلفوا اول ما تتجوزوا، استنوا شويه. صحيح. استنوا شويه ليه؟ عشان معدلات الطلاق اللي بتزيد من ايه؟
هي طبعا الهدف كمان فكره الانجاب الاجيال القادمه مش في الكم، في الكيف، في الكيف وترابط الاسره، فعلا يبقى اسره سليمه واولاد سلام، والام والاب قادرين تماما على تربيه الولاد اللي بيخلفوهم. الاسره لازم تبقى سليمه مترابطه قويه، تقدر في يوم من الايام الولاد اللي هيطلعوا من الاسره دي يدافعوا عن البلد دي. ده يخلينا يا استاذ عزيزه نتكلم على فكره البعض اللي مش متجاوبين مع فكره تثقيف المراه وتنميتها واعطاء لها القوه والصلاحيات، مش قادرين يستوعبوا ان قوه المجتمع ككل معتمد على قوه النساء والمراه اللي في هذا المجتمع، لان زي ما قلنا هي صاحبه التاثير الايجابي الاول على الولاد، الافكار، التربيه، الثقافه، الوعي، مفهوم الوعي اللي هو أصبح من المفاهيم الهامة جدا في عصرنا الحالي. أكيد. لكل القضايا ولكل المشاكل ولكل الأهداف الظاهرة أو الضمنية الخبيئة، المرأة لو أدركتها الأسرة كلها تم إنقاذها. أكيد طبعا، لأن حضرتك لو تلاحظي مصر حصل فيها نوع من أنواع الانحدار الفكري. صحيح. بعد الحرب. بعد الحرب مباشرة. وده جزء من الحرب. أيوة. بعد الحرب مباشرة المرأة شغلها لأ، تعليمها لأ، كل حاجة لأ، وجوزوا أطفال يعني بنت صغيرة ما تمتش ويسننوها ليه؟ علشان المجتمع ده ما يطلعش فيه جيل جديد، أجيال ضعيفة، لأن العدو قال في يوم من الأيام أن أنا هقدر أهزم مصر وحاربها تاني لما ينتهي آخر فرد في جيل أكتوبر لما يموت. يعني العدو مش سايبنا ومش ساكت طبعا، وقاعد مستني لنا ان احنا نبقى امه ضعيفه واهنه هشه. علشان كده هو على طول الحروب واخده اشكال كتير، تكنولوجيا طبعا، واخلاقيه واقتصاديه وصحيه وكل امراض حاجة، كل مختلقه حاجة في المعامل. ايوه كل حاجه، كل حاجه. فاحنا قاعدين باصين، والحمد لله بجد ان احنا عندنا الرئيس السيسي حقيقي. يبقى فكرة الوعي هي أهم نقطة عايزين نشتغل عليها في العصر الحديث. ويمكن من خلال كتاباتك بقى، بما أن حضرتك متخصصة في مجال الكتابات العسكرية، قولنا كده أهم الموضوعات اللي تطرقت ليها، أهم الاكتشافات اللي تحبي تعرفها لنا النهاردة اللي اكتشفتيها من خلال كتاباتك العسكرية. أهم الموضوعات اللي أنا اكتشفتها أو اللي أنا بحاول أن أنا أحذر الناس منها دايما، الشر اللي جوه مواقع السوشيال ميديا. ايوه، لجان العدو. والعدو يا جماعه مش بلد بس، لا، العدو تنظيم كبير. الرئيس بحذرنا قبل كده، قال احنا بنحارب اقدم تنظيم على وجه الارض. التنظيم ده مش هو شويه نراهم، لا 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 لا، التنظيم ده كبير قوي وكبير جدا، اللي هم أشرار العالم وبيتحركوا بأشكال مختلفة. بأشكال مختلفة، يعملوا لجان، يعملوا لجان، مش لازم يبقوا جنود ولا جيش ولا هجوم عسكري. معنى أن هو يدخل يزرع جواكي الشك في الجيش وفي القيادة السياسية وفي البلد وفي كل حاجة وحشة، ويشوه كل حاجة. يعني معلش، البنية التحتية كانت لازم تتغير في البلد، يدخلوا يشككوا، هو بيعمل كباري ليه؟ هو بيجيب سلاح ليه؟ هو بيعمل مش عارف ليه؟ طب انتوا لما شفتوا الدنيا متبهدله حوالينا، في ناس بعد اصطفاف الفرقه الرابعه قالت لا احنا غلطانين، احنا ما كناش متخيلين. فانا نبهتهم، قلت لهم يا جماعه دي فرقه واحده من الجيش. احنا عندنا جيشين، كل جيش فيه اربع فرق او اكتر. فانتوا بتتكلموا في ايه؟ ده دي انتوا الناس افتكرت ان فرقه واحده هي الجيش. اصطفاف الفرقه الرابعه الناس افتكرته الجيش، لا يا جماعه مش ده. ده الجيش 10 اضعاف اللي انتوا شفتوه. ده احنا بنرجع تاني لمفهوم الوعي. أيوة. برضو تاني، قبل ما نتبع شيء، قبل ما نقتنع بشيء، قبل ما نتبنى فكره، لازم يبقى عندنا وعي، نبحث عن المعلومه الحقيقيه. العدو مراهن على فتره طويله قوي، الشعب ده قعد دماغه دي مش موجوده، مغيب، بياكل ويشرب بس بالرخيص وخلاص، وما فيش اي حاجه بتتعمل وخلاص، وديني عايش. لا، ما فيش حاجه اسمها ديني عايش. احنا دلوقتي احنا جه علينا وقت الدنيا كلها مشتعله من حوالينا، طب هنعمل ايه؟ هنفضل ساكتين؟ لا طبعا، احنا بنجهز، يعني صحيح، بنجهز نفسنا، حصل اي حاجه في اي وقت احنا جاهزين.
ولازم نكون جاهزين داخليا وخارجيا. أيوة. لازم نكون جاهزين كل افراد المجتمع. اكيد طبعا. لازم نكون جاهزين مش بشكل قوات جيش فقط، ولكن بثقافه وبعقل ميزة. وبعلم. ميزه في هذا الشعب الى الان، وده اللي انا لاحظته على السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا. قولي بس يا حرب وشوفي احتفالهم بحرب اكتوبر، الكل عايز يبقى جندي. يعني في افتتاح الأكاديمية العسكرية. أيوة. أول امبارح الناس كانت فرحانة جدا، كل إيه الناس على السوشيال ميديا إيه قالوا إيه الرسائل الجميلة دي. أيوة. إيه الرسائل القوية الحاسمة دي؟ لأن محدش هيسمح إن يعني محدش هيسمح إن مصر تمس. القوي يحترم. والرئيس قالها قبل كده، القوي بيتعمل حسابه. الرئيس قالها وأقسم، قال اللي هيقرب لها هشيله من فوق وش الارض، وصدق. تمام. وهو صادق تماما. تمام. في حاجه كمان مهمه جدا احنا لازم نذكرها، المراه السيناويه وبطولاتها في الحرب. أيوة. في حرب الاستنزاف وفي حرب اكتوبر ودورها لحد النهارده حضرتك. ايوه طبعا طبعا، في العصر اللي احنا فيه، اللي هي موجوده في مكان حيوي جدا 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 بالنسبه حدود. مش لمصر فقط ولكن للعالم كله. اكيد طبعا. المراه السيناويه كان ليها طقوس. اولا هي كانت عين وودان المخابرات. وقت هي وقت الحرب، وقت النكسة، وقت حرب الاستنزاف، وقت حرب اكتوبر، يعني عندنا مقاتلات. صحيح. ومحترمات، الحاجه فرحانه والحاجه مريم والحاجه فهيمه. الناس دي عايز اقول لحضرتك ان علشان لما يبقى مثلا الفدائيين او الضباط او في حد رايحين يعملوا عمليه وراجعين، كانوا ياخدوا الغنم بتوعهم ويمشوا على اثار الاثار. يغطوها علشان يغطوها، عشان العدو ما يعرفش. صحيح. ان كان في حد، وان مثلا زرعوا حاجه او عملوا حاجه. الحاجه فرحانه دي لغمت قطر. يا رب. انت متخيله؟ احنا عايزين القصص الجميله دي بقى نتكلم عليها بشكل خاص بعد كده، وولادنا يعرفوها. يمكن ده اللي هنعرفه من خلال اللقاء الثاني، ان احنا عايزين نعرف ولادنا بالبطولات دي. أكيد. علشان لازم. يحصل لهم انتماء. فده دور حضرتك لازم. ودور كل اللي زي حضرتك، ان هو بالكتابات والاخبار، زياده الوعي، زياده المعرفه، عشان يعرفوا فعلا المعلومات الحقيقيه. أكيد. انا بشكر وجود حضرتك معايا الاستاذه عزيزه الصادي، الكاتبه الصحفيه في المجال العسكري، نورتينا النهارده. اشكرك يا فندم. ويعني احنا سعداء بالمعلومات اللي وصلناها برضو للسادة المشاهدين، وابراز اهمية المرأة، دورها فعلا حيوي وهام جدا. أشكرك. ومع حضرتك ومع كل السادة المشاهدين هنشوف دلوقتي تقرير قبل ما نستقبل ضيفتنا التانية. التقرير بنتكلم فيه عن شهادات ابطال حرب اكتوبر. هنشوف التقرير ونرجع معكم مرة تانية.